يهدف المشروع إلى تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المستخرجة من الرمال السوداء بالتعاون مع الخبرات الأجنبية وهيئة المواد النووية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لهذه التكنولوجيا، إقامة مجمعات صناعية جديدة حيث تمتلك هذه المعادن طيفاً واسعاً من التطبيقات الصناعية بالإضافة إلى قابليتها للمعالجة، ومن ثم تعزيم القيمة المضافة لخلق كيانات صناعية عملاقة، تحقيق عائد اقتصادي وتوفير العملات الأجنبية من خلال تغطية احتياجات السوق المحلي من المعادن واستغلال الطلب العالمي المتزايد لتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمحافظات الواقع بنطاقها المشروع.